السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. إلى هذه أول مرة تزوروا القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد يوميا إن شاء الله. إذا كما راكم تلاحظوا المجموعة هذه تاع الخضار ألوان جد رائعة، معنا غير نقولوا سبحان الخالق. إذا كما راكم تلاحظوا راح نديروا اليوم مائدة إفطار، أو ممكن نقولوا مائدة عشاء، حنا نديرها إفطار رمضان. وتحبوا ديروها كذلك لي تكون عندكم عرضة، ولا تحبوا ديروا عشاء ولا فطور لضيافكم. أنا راح نقدم لكم أطباق تقليدية وكذلك أطباق من بلدان مختلفة. نبدأ أولا بالشوربة، راح ندير شوربة العدس التركية، شوربة العدس الأحمر. إلا حبيتوا الشرح بالشرح الممل راح نخلي لكم الوصفة تاعها في صندوق الوصف. الطبق الثاني نروح إلى البرازيل، نديرو سلطة الخضار على الطريقة البرازيلية. وكذلك نروح الآن إلى فرنسا ونديرو مملحات بالعجينة المورقة. نروح كذلك للجزائر، أنا الحبيبة راح ندير بطاطا كوشة. ونرجع للدولمة، دولمة الفلفل اللي معروفة في الكثير من البلدان، الدولمة بالفلفل. راح نستعمل هذه النوعية الرائعة، هي متوفرة في السوبر مارشي الكبار، راح تلقاوهم متواجدة بأربع ألوان، تلقاوها بالأخضر بالأصفر الأحمر والبرتقالي، وكذلك تلقاوها باناشي، تلقاوها يعني فيها زوج ثلاثة تاع لي كولور. إذا نروح الآن مباشرة لطريقة التحضير. نبدأ أولا بشوربة عدس التركية. بسم الله على بركة الله. هنا عندي ملعقة زبدة حطيتها في الطنجرة، نذوبها حتى تذوب تماما. إذا هنا لما ذابت الزبدة كليا، هنا راح نستعمل الشوفان، مانيش راح نستعمل الفرينة، هما يستعملوا الفرينة، أنا نحب نستعمل الشوفان. إذا نجيب 3 ملاعق تاع الشوفان، أول ما عندهاش دير الفرينة لأنه هما يديروها بالفرينة. من بعد نقلي هذيك الشوفان جيدا مع الزبدة. لما تقليو هذيك الفرينة، أنا هنا كما قلت لكم عندي الشوفان، نضيف العدس نحمصو مليح هنايا، من بعد نضيفولو التوابل اللي هو الزنجبيل والفلفل الأسود وشوية تاع عكري. ومن بعد نمرق، وكي نمرق حتى يطيب العدس من بعد نروحو الآن للطبق الثاني. إذا نروحو الآن مباشرة نحضرو طريقة تحضير بطاطا في الكوشة. إذا أولا هنا كما راكم تلاحظو درت 3 ملاعق تاع الزيت، راح نضيف لها حبة بصل كبيرة مقطعة رقيقة، نقلي البصل مليح حتى يذبل تماما. لما ذبل هنايا البصل مباشرة راح نضيف قطع الدجاج، من هنا راح ندير زوج تاع الكريس كاملين، ونقليهم مليح مع البصل. هنا راح نضيف البطاطا اللي قطعتها دوائر متوسطة، لاحظوا تجي مخشينة مرقيقة، نقليها شوية مع هذاك الدجاج. إذا كانت عندكم طنجرة تكون واسعة خير. راح نضيف الثوم، وراح نضيف التوابل كيما راكم تلاحظوا هنا، عندي زعتر، عندي رند مطحون، ملح، كركم، فلفل عكري، زنجبيل، وفلفل الأسود. إذا راح نضيف كامل هاد التوابل، ونضيف هنا صلصة الطماطم، أنا طيبتها وحدها، نضيفها سخونة هكذا، رحيتها بالميكسور برا. لان الان راح نقلي كامل هاد المكونات مع بعض، نخليه حتى يتجمر ويشرب كامل هاد الصلصة، من بعد نرجع بقاو معنا. كما راكم تلاحظوا خليته حتى تجمرت هذيك المرقة، يعني كلش مازالو خضر، فقط درتو باش يولي الدجاج مع البطاطا هذيك يطراو شوية باش يجونا ساهلين باش نطيبوهم في الفرن. الان راح نجيب ربطة معدنوس نحطها هكذايا بلا ما نقطعها،
نص ربطه مع نص عفوا. نجيب الان ورق الزبده لانه بابي كويسون صحي وما تخافوش، رحنا ندير له بابي كويسون ومن بعد مباشره راح نضيف له ورق الالومنيوم. هكذا نجيب الان ورق الالومنيوم ونغلف مليح البلا تاعي. الان راح ندخلو الفرن يتحمر مليح ويكمل طيابو يتجمر، من بعد نحيلو بابي الومنيوم باش يتحمر الدجاج ويعطينا الوجه تاع هذاك الدجاج والبطاطا يجي ما شاء الله. نروحو الان لتحضير سلطه البروكلي. الان سلطه البروكلي سهله جدا. واش راح نعمل؟ اذا هنا قطعت هادو ما خليتهم هكذا باش يجوني شابين نزين بهم لسلطه تاعي، وهنا قطعتهم الى هذاك الساق العريض قطعته الى مربعات صغيره. الان راح نرشهم فقط بالقليل من الملح ونحطهم يفوروا لما تحسوا باللي البروكلي تاعكم دخلوا طياب نحوه، من بعد نروحوا نحضروا التتبيله. اذا نروحوا من ما يطيب هاد البروكلي نروحوا نحضروا الطبق الاخر واللي هو دولما الفلفل او الفلفل المحشي. دونك كما راكم تلاحظوا في المقله تكون واسعه، درت ملعقتين تاع زيت الزيتون. مباشرة راح نضيف حبة بصل مقطعة رقيقة. كيما راكم تلاحظوا بعد ما ذبل راح ندير له رشة ملح فقط، نكمل نخليه يتقلى شوية مع هذاك باش يدخل له الملح ونحيه بجه. إذن هنا بعد ما نحيت البصل مباشرة نضفت 3 ملاعق تاع زيت الزيتون ونحط كمية تاع اللحم المفروم ونقليه مليح بالزيت، ندلو رشة ملح فقط ندلو حتى حاجة أخرى. إذا هنا كيما راكم تلاحظوا بعد ما طاب اللحم أضفت له خلطته مع البصل ونخليه الآن بجاه، ونروح الآن مباشرة نحضر الصلصة اللي باش نطيبو فيها هذا الدورما. إذا في مقلاة درت ملعقة زيت، أضفت لها شوية تاع الثوم، حوالي زوج سنينات تاع الثوم. الآن هنا راح نضيف حبة طماطم نحيفها بالمكسر، نقليها مليح مع الثوم، ثم نضيف ملعقة طماطم مصبرة حلحلتها مع شوية تاع الماء. الان هنا راح نضيف التوابل ملح، فلفل عكري، فلفل دريس، فلفل كحل، نضيف شويه تاع زعتره، وهنا هذاك الخضر اللي راكم تشوفوا فيه هذا الرند مطحون. اذا نحط التوابل تاعي نخلط مليح ونخلي الصلصه تاعي طيب حتى تتجمر ونرجع فيما بعد قام معنا. الصلصه كما راكم تلاحظوا تجمرت. الان نروح مباشره طريقه تحضير الفلفل تاعي. اذا في مقله كيما راكم تلاحظوا درت شويه تاع الزيت، حوالي واحد فنجان تاع لاتاي تاع الزيت، نحط الفلفل تاعي يتقلى نص طياب، ما نخلوش حتى طيب القشره تاعو، نص طياب فقط ونحطو بهالطريقه نخلوه يعني يتحمر بزاف. كما نقولوا بالعربيه حق ما يتقشر فقط. هكذا ناخذوا ديك القشره لانه الا طيبته وانتم ما قليتوهش راح تجي البنه تاعو صامطه بزاف، يعني ضروري جدا انكم تقلوه نص طياب فقط، هذيك الجلده فقط باش تتنحى هذه. اذا ننقي الفلفل تاعي ونرجع فيما بعد بقى معنا. اذا كما راكم تلاحظوا بعد ما قشرته ونحيت له كامل هذيك الزريعه اللي جايه لداخل، نروح الان للحشوه تاعي نضيف له حبه بيض باش يحكم في الفلفل، نخلط مليح ونحشي الفلفل تاعي بهالطريقه. نعمر مليح لانه ما فيهش الرز باش يطلع،
فيه فقط اللحم والبصل هكذا، نعمرهم كامل ونرجع فيما بعد بقاو معنا. اذا كما راكم تلاحظوا بعد ما حشيت كامل الفلفل، هنا جبت حبه طماطيش قعدت لي العقده وراح نكمل بها. اذا نغلق هكذايا كامل الفلفل تاعي، ونجيب الفلفل تاعي نحطه مباشره في الصلصه اللي كنت طيبتها هكذا، وندخلهم لفرن ساخن 160 درجة، يتحمروا فقط يشرى يتجمروا شوية في الفرن ونطفي عليهم بقاو معنا. الآن نروح للبروكلي، هنا كما راكم تلاحظوا راهو طاب، راح نضيف له الصلصة. إذا بالنسبة للصلصة راح نحط هنايا ملعقتين تاع زيت الزيتون، نضيف له فصيص تاع الثوم يكون مبشور، رشه شويه صغيره تاع الرند مطحون هكذا، راس الملعقه تاع الخردل، ناخذ القليل فقط هكذا، نزيد رشه تاع الليمون، نخلط كامل هذه المكونات هكذا، ونتبل البروكلي تاعي ونقدمه كسلطة الكؤوس. تحبوا تزيدوا معاه شوية تاع كريمة الأفوكادو، تقدروا تضيفوا كذلك كريمة أو صلصة الثومية، يبقى اختياري. اذا نروح الان مباشره لطريقه التحضير المملحه، تبقاو معنا. كما راكم تلاحظوا هنا جبت العجينه المورقه، العجينه المورقه تاعي انا شريتها، ولا عند ما عندكمش العجينه المورقه راح نخلي لكم واحد العجينه تقدروا تخدموا بها في صندوق الوصف، اللي هي العجينه القطنيه ولا عجينه الكوكا بدون توريق. راح نحط لكم زوج كيفيات في صندوق الوصف. اذا نجيب انا هاد السنسو هذايا ونقطع به الى دوائر تكون كبيره هكذا. اذا هنا ناخذ الصلصه اللي كنت حضرت منها باش ندير الدولمه تاع الفلفل، هنا راح ندير بهم هاد المملحات. شوفوا نخليتها حتى عقد التمليح، ناخذ شويه نحطوها هكذا في الطرف هكذا، ونغلق العجينة تاعي هكذا بهذه الطريقة. نتحصل على هذا الشكل، ناخذ شوكة نبرجها هكذا من الطرف حتى تاخذ هذا الشكل برفق فقط. إذا نكمل كامل العجينة تاعي ونرجع فيما بعد يبقاو معنا. إذا هنا بعد ما شكلتهم نجيب الآن صفار بيضة ونبدأ ندهن الوجه تاع المملحات تاعي. بسم الله نجوبزلهم كامل بصفار البيض. إذا هن نكمل كامل الكمية ونرجع فيما بعد بقاو معنا. اذا لما كملت دهنت بصفار البيض، الان راح نزين الوجه بالجلجلان. الجلجلان كنت حمصته من قبل باش يعطي له ذوق، باش ما يبقاش هذيك المروريه تاعو. ندير فقط فوق العجينه اللي ما حطيتش فوقها الشوكه. اذا نكمل نزين كامل المملحات تاعي ونتلاقاو بعد ما نكمل ان شاء الله.
اذا هنا راح ندخلهم لفرن ساخن 160 درجه. لما تشوفوهم باللي طابوهم من التحت شعلوا لهم الفوق، خلوهم باش يتحمروا ومن بعد قدموهم. اذا هنا نحط المملحات تاعي طيب، ونروح مباشره نروح نحضر لسالاد. خلاص انا كملت كامل الاطباق تاعي، ونتلاقاو ان شاء الله على مائده التقديم. بقاو معنا. اذا الاطباق تاعي هنا راهي واجده، ما راكو تلاحظوا. هذه شتيتها بطاطا، شوفوا كيفاش تحمر الدجاج. وهادو المملحات، هنا درت عصير الموخيتو اللي راح تلقاو الوصفه تاعو في صندوق الوصف. العصير هذا محتوى تاعو النعناع والليمون. هذه لاشوب تاع العدس الاحمر على الطريقه التركيه. هذا الملوي اللي راح تلقاو الوصفه تاعو في صندوق الوصف. هذه سلطه خضراء. هذه سلطه البروكلي، قدمتها في اكواب. وهذه الدولمة تاع الفلفل المحشي، شوفوا كيفاش يبقى حكم روحو عليها. قلت لكم ما لازمش تخلوه يطول في القليان. اذا كانت هذه طويلة تاع نهار اليوم، نتمنى تكون نالت الاعجاب تاعكم. واذا عجبتكم ما تبخلوش علينا بجام، بارطاجيو الفيديو وشاركوا به الاصدقاء تاعكم. راح نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.